مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم، لقاء متجدد على شاشة الاسكندرية والعاصمة الثانية. ثانية بثانية عزيزي المشاهد معك على الهواء مباشرة. خلينا نأكد على حضراتكم ان في الفترة الاخيرة بدأ المواطن يستشعر ارتفاع في فاتورة الكهرباء، لكن في المقابل هل نحن نستخدم الكهرباء بشكل ترشيدي او بشكل امن، او حتى ناخد بالنا ايه اللي بيحصل في فاتورة الكهرباء حول ذلك واكثر بكثير عن الترشيد، ترشيد الطاقة. والمسألة ما هياش ان احنا بنوفر فلوس بس، احنا بنوفر طاقة وبنوفر كمان اجهزة وبنوفر يعني اشياء كثيرة جدا، بالاضافة لفاتورتك وجيبك عزيزي المشاهد كمان في حاجات كثيرة جدا يجب ان احنا ناخد بالنا منها. حول هذا الموضوع بيسعدنا اللقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأستاذ علاء نصير. أهلا وسهلا يا فندم، خطوة عزيزة دايما بتنورنا. الله يخليك يا فندم، متشرف لينا. هل تدعو وزارة الكهرباء لترشيد الكهرباء ولا هم عايزين ياخدوا فلوسنا وبس؟ والله هو يعني هو برضه لازم ناخد في الاعتبار ان وزاره الكهرباء هي وزاره خدميه طبعا، والشركات اللي بتخدم في القطاع كلها الاساس فيها مش تحقيق ارباح اكتر ما هو تقديم خدمه متميزه للمواطن المصري. نتيجه كده لو هي شركه، اي شركه بتهدف الى ربح بيبقى هي الهدف منها انها تزود حجم الانتاج بتاعها، بتزود حجم مبيعاتها. احنا في الكهرباء لان الجزء السنوي اللي هو الارباح اللي ممكن الشركه تحققها، ولكن يعني الهدف الاساسي هو تقديم خدمه متميزه. في مقابل كده الشركه يعني خلال السنوات السابقه، خلال اكثر من 10 سنين او 8 سنين، هي بتدعو الى ترشيد استهلاك الطاقه. عمليه الترشيد بداناها من خلال التوعيه، من خلال استبدال اللمبات العاديه باللمبات الموفره، والمرحله اللي بعد كده في ضوء توجيهات سياده الرئيس ان احنا نتحول من اللمبات الموفره لللمبات الليد. ده كان التوجه الاخير مع نشر ثقافه الترشيد. يعني يمكن الناس كلها بتشتكي من الفاتوره، فاتوره الكهرباء، ولكن احنا بنقول قبل ما تبص الفاتوره بكام شوف انت طبيعه استهلاكك ايه. ترشيد استهلاك الكهرباء مش معناه ان احنا نمتنع عن استخدام الكهرباء لاي غرض من الاغراض. احنا ممكن نرشد استهلاك الكهرباء من خلال الاستخدام الاكفأ للطاقه اللي احنا بنستخدمها. على سبيل المثال الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده، ما احنا عايزين بقى يعني بص كل التعقيبات والتعليقات الان بيقولوا لك منور يا استاذ علاء وكل حاجه، لكن الفواتير بعد زياده نار نار نار. تفتكر عشان احنا خارجين من فصل الصيف وكلنا او معظمنا عشان بس نبقى بيفتح التكييف ساعات طويله؟ تمام بالظبط، هو كده يعني هو المؤشر ان احنا بنقول ان زياده الاسعار مش هو الفيصل، زياده الكميه هو اللي بتدينا الاحساس اكتر بسعر الكهرباء. المشكلة انه احنا مع البعد الاجتماعي المستهلك المصري ووجود الشرايح فبيبتدي ندعم محدود الدخل او متوسط الدخل في حدود مسحوبات من الكهرباء، فللأسف المواطن مع سوء استخدامه للتيار وان هو بيبتدي يستخدم كمية اكبر فبيبتدي خلاص احنا بندعم الشرايح الاولى يعني لغاية 650 كيلو. احنا طيب قولي انا اظبطها ازاي 650 كيلو؟ يعني 650 كيلو ده تعمل كام ماديا؟ والله هو انا هقول لحضرتك حاجة. يعني هو الفكرة ماديا طبعا على اساس ما نقدرش نحدد رقم محدد لانه مرتبط بكمية الاستهلاك، لكن هي الفكرة في طبيعة الاستهلاك. لا هو حضرتك بتقول 600 كيلو ولا فوق ال 600 كيلو؟ فوق ال 600، فوق ال 600 كيلو. ايوه طب بالزبط. انا كمواطن عادي انا مش عارفه 600 كيلو دول يجوا بعد قد ايه؟ ما هو حضرتك طبقا للاستهلاك الشخصي بتاعي. بالزبط. بس ما هو ما حدش برضه، مش كل الناس بتفضل تتابع العادات طول الوقت. والله احنا دلوقتي لما نيجي نبص يعني انا دلوقتي عايز اقلل من استخدام الفاتوره، ممكن استخدم الادوات اللي تقلل لي. يعني على سبيل المثال النهارده حاجه زي السخان، الفكر اللي موجود الناس متخيله ان السخان طالما انا ما بقدوش واطفيه وسايبه مستمر فانا كده بستهلك كميه اقل، وده خطا.
المفروض ان انا بستخدم السخان بتاعي قبل حاجتي له بربع ساعه بتلت ساعه، بتبتدي الميه تسخن، بظبط الثرموستات بتاعته على مثلا درجه حراره 60. انا دلوقتي لما بستخدم السخان وبيبقى مظبوط على درجه حراره 90 وابتدي اخففه بميه عاديه، وبستخدم ممكن نص الساعه بتاعت السخان، بقيت الميه دي انا ما استفدتش منها. في ناس ما جالهاش لسه الغاز الطبيعي فمضطرين انهم يستخدموا الكهرباء. ما انا بقول لحضرتك، هو مبدئيا بس لازم نراعي، لو هو احنا بنفرق ما بين حاجتين، ما بين اجهزه موجوده يعني هي خلاص امر واقع موجوده في البيت، فديت احنا بنرشد استخدامها. يعني حضرتك مثلا تتخيلي ان الثلاجه اللي موجوده المفروض انها تبعد عن الحائط خلف الثلاجه، او يبقى في جزء محيط لها حوالي 15 سم من كل الجوانب، على اساس انها تحسن التهويه. كل ما التهويه اللي حوالين الثلاجه كانت جيده كل ما ده. دلوقتي الناس كلها مدخله داخل المطبخ للاسف، هو حتى لو جوه المطبخ بس يبقى فيه تهويه مصدره يعني هي كل ما درجه الحراره زادت حوالين الثلاجه او في جسم الثلاجه، كل ما عدد ساعات تشغيل الموتور بتشتغل اكتر، وبالتالي استهلاك الكهرباء ازيد. فالنهارده حاجه زي كده ممكن الاطار الكاوتشي نفسه يبقى فيه تسريب، الناس بتبقى مش ملف يعني حاجه مش ملفته لا، لكن هو دي ثرموستات، وكل ما درجه الحراره جوه الثلاجه بتقل عن الدرجه اللي تم الضبط عليها بتبتدي تعيد تشغيل، وبالتالي ساعات تشغيل الموتور بتزيد. فكل دي استهلاكات زياده بالرغم ان احنا ما بنستفادش منها حاجه. يعني كل ده هدر في الطاقه. الجزء اللي خاص مثلا بالسخان دوت انا النهارده بظبطه على الثرموستات بتاعته. التكييف الطبيعي ان احنا دلوقتي داخلين موسم شتاء، لما درجه الحراره بتنزل ل 20 او 22 بنبتدي ننتقل لسنه. في الوقت اللي احنا بنفاجئ واحنا بنظبط التكييف الناس بتظبطه على 18. 18 صعب قوي. وللاسف هو بيبقى عنده احساس ان انا حران الحر اللي بره، فانا فلما هعلي التكييف انا هبقى حاسس بشعور ان انا بالظبط. فالمفروض ان انا مثلا يبقى المعدل 23 24 ده المعدل الطبيعي اللي الجسم بيتقبله، ونقلل فرص المرض اللي ممكن يجي لنا نتيجه انخفاض. صح، ده بالنسبه للي في ايدينا. بالنسبه للفواتير يعني قالوا لنا ان في زياده، وابتدت الناس النهارده وامبارح تتكلم كتير قوي ان احنا استشعرنا هذه الزياده. حضرتك قلت لي لا لسه الموضوع ما يسمعش دلوقتي. تمام، هو يعني برضو علشان حكايه الاسعار سعر الكهرباء ودايما هو مسار للشكوك وان الاسعار هتزيد، احنا عاده الزياده السعريه ما بتتمش غير في شهر 7، يعني الوزاره ملتزمه بالزيادات في شهر 7. والزياده هل الزياده حتميه؟ اه طبعا حتميه. احنا كلنا ليه حتميه؟ هقول لحضرتك ليه حتميه. احنا جربنا في بداية 2010 وما تلاها انقطاع التيار الكهربائي بشكل مزعج. وهو السبب احنا كلنا لما بروح اشتري اي منتج لازم المنتج اللي انا بشتريه يبقى السعر اللي انا محدده ده مغطي التكلفة وفيها مش ربح للمنتج. للأسف احنا لغاية دلوقتي ما وصلناش لسعر التكلفة للكيلو، وبالتالي احنا عايزين نوصل لسعر التكلفة وهامش ربح ممكن ما يتجاوز 2-3%، لكن لازم اغطي التكلفة عشان اضمن التكلفة المتغطية دي، ان انا اقدر اعمل صيانة للمحطات بتاعتي، ان انا اقدر اعمل استثمارات جديدة. كل دي كانت عنصر مهم جدا كنا مفتقدينه في الفترات السابقة، واللي الدولة بدأت تنتظم فيها ويبقى لها نظرة. انا باخد خدمة بدفع قيمة الخدمة بتاعتي، في مقابلها انا باخد خدمة جيدة متميزة. بالظبط، مفيش انقطاعات الحقيقة يعني عشان بس وان حصل بيحصل كلها بتبقى حاجات لصيانة ضمان الاستمرارية وكمان طوارئ بوكس حصل فيه تحميل زيادة يعني مش طيب. حد بيقول لحضرتك هل من الممكن ان انتوا زي ما انتوا عايزين تخلوا الناس ترشد كمان انتوا رشدوا الشوارع والأعمدة؟ هو هقول لحضرتك يعني بالنسبة للجزئية اللي خاصة بالإضاءة، طبعا الإضاءة دي بتبقى تبع المحافظة مش تبع شركة الكهرباء. حد تاني بيقول بصراحة حي العجمي عامل ترشيد ذاتي في الهانوفيل والشوارع
والأعمدة. والله هو حضرتك احنا يمكن احنا كشركة كهرباء احنا بس مجرد ان احنا بندي التغذية الكهربائية، لكن شغل الكهرباء وإدارته بيتم من خلال المحليات. احنا ممكن كشركة بنبقى في عقد صيانة ما بيننا وما بين المحافظة، لكن الأساس انه اللي بيدير العملية الإنارة او الإضاءة العامة في اسكندرية من خلال محافظة اسكندرية. هما اللي بيطفوا ويولعوا. طب يا محافظة اسكندرية، ما تسيبوش النور مولع في أوقات بالفعل النهار، لأن زي ما بتطلبوا المواطن بالترشيد، كمان المحافظة أو الأحياء المسؤولة يجب أن يكون عندها ترشيد. السؤال بيطرح نفسه، كم سعر التكلفة للكيلو وات؟ والله هو طبعا سعر التكلفة بيتغير من شركة لشركة حسب ظروف كل شركة، لكن احنا بنقول يعني انه شركة كهرباء اسكندرية غير القاهرة غير ايوه بالظبط، طبعا يعني هو البحيرة. حسب حجم العمالة اللي موجود، حسب مستلزمات الانتاج اللي موجود فيها او مستلزمات قطع الغيار، الاستهلاكات، الحاجات اللي بيتم استخدامها في الشركة، لان دي كلها مصروفات بتجمع توصل في النهاية لتكلفة الكيلو. عندنا تكلفة الكيلو قد تتخطى ال 100 وال 110 قروش من شركة لشركة في الوقت اللي احنا بنقول متوسط سعر البيع نفسه للمستهلك بيتراوح ما بين ممكن 85 قرش و90 قرش، وبالتالي في جاب ما بين سعر البيع وسعر التكلفة، وهو ده السبب الرئيسي وراء ان في زيادات اسعار، والمفروض كان الاسعار توصل للتكلفة في عام 2020، ولكن للبعد الاجتماعي تم مد مدة زيادة الأسعار خلال السنتين الجايين بقيت الزيادة، وإن شاء الله لو حصل في قيمة أسعار البترول نزلت والمواد الوقود اللي بتستخدم عندنا في محطات الإنتاج، ده كل ده بيبقى ليه تأثيره في خفض تكلفة الكيلو، وبالتالي نسبة الزيادة ممكن ما تتخطاهاش يعني. طيب السؤال كمان، هل هناك طاقة بديلة في إطار إنها تبقى يعني جاية كده، ولا كلها أبحاث وناس كانت بتقول إنها عن طريق القمامة تستطيع إنها تستخرج طاقة، وإنك أنت من الممكن تشتري جهاز صغير وتعمل طاقة، وإن إحنا هنبقى بعد كده بنبيع الطاقة بتاعتنا ديت لشركات الكهرباء؟ والله هو يعني احنا لما نبص للبعد وزارة الكهرباء مع الفكر الجديد، ما بقاش اسمها وزارة الكهرباء بس، بقى اسمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لأن احنا الفكر العام دلوقتي ان البيئة اللي احنا موجودين فيها دي مش ملكنا احنا بس، ده ملك أجيال قادمة، ومن واقع التنمية المستدامة لابد ان احنا نحافظ للأجيال ديت على مصادر للطاقة. البترول، الغاز بيخلص، لا في يبقى في بدائل. بدائل اللي موجوده دلوقتي. الدوله في خلال ممكن السنوات القادمه في لجوء للطاقات البديله، سواء طاقه شمسيه، طاقه رياح، كل فرص الطاقه، الطاقه النوويه، كل الحاجات دي كلها الهدف منها ان احنا نوصل نحد من الاستخدام السولار والغاز وكده في طاقات جديدة نظيفة ما بتأثرش على البيئة زي الطاقة الشمسية. والنهاردة في أماكن كتيرة على مستوى الجمهورية بتعمل محطات طاقة شمسية، وبيبتدي حتى في التعامل مع شركة الكهرباء بنشوف هما المحطة بتبتدي إنتاجها بيخش على الشبكة ويتعمل الشركة تحاسب عليه، وبنخصم قيمة الاستهلاك بتاعه. فوارد جدا ان في بعض المشتركين بقينا بنديلهم فلوس، يعني في بعض المشتركين اللي بدأوا يعملوا محطات طاقة شمسية بقوا فعلا يا يستفيدوا استاذ علاء؟ طبعا. وهي هو امال الناس بتقول ان ديت كلام وبس، وانه ما فيش حاجة اسمها طاقة بديلة، واحنا ما شفناش حاجات نجحت الا في مثلا مدن جديدة زي شرم الشيخ زي اللي هي الطاقة الشمسية، ويعني وبمواصفات وخصائص طبيعية معينة. والله هو يمكن بس اللي بيحد من الموضوع وانتشاره ارتفاع الأساس. التكلفة اللي تحته، لكن احنا النهارده مثلا لو قلنا معظم المدارس، معظم الجهات الحكومية هو بيبقى استخدامها فترة نهارية، وبالتالي حجم استهلاكها للتيار الكهربائي قليل، فممكن المحطات تغنيهم عن ان هم ياخدوا. انتوا فعلا مستخدمين طاقة شمسية؟ احنا دلوقتي فعلا موجود عندنا محطتين، وفي محطات يعني احنا شغالين فيهم سنويا تقريبا، لازم بيتعمل محطة او محطتين
في على مستوى كل شركة من شركات الكهرباء. طب ليه ما يبقاش يعني معلش إلزام على كل المباني الجديدة، على كل يعني ده في الاشتراطات البناء، المدارس، لأن أنا بشوف مدارس الحقيقة حكومية النور مفتوح ليل ونهار، وأنا عارفة إن عندكم مديونيات كبيرة لوزارة التعليم، يعني انتوا حكومة يعني كلنا مع بعض، لكن في مديونيات بالفعل. ليه ما يبقاش بدل يعني بدل المديونيات دي يبقى في بالفعل طاقة بديلة اللي هي الطاقة الشمسية؟ والله في مدارس كتيرة بدأت تلجأ للموضوع دوت وبدأ يعملوا محطات طاقة شمسية، وبعض الجهات كمان الإدارية اللي تابعة للحكومة بدأت تلجأ للموضوع ده، خصوصا طبيعة استهلاكها وإن استهلاكها نهاري، فبالتالي مش محتاجين يعني بيعتمد ممكن على المحطات اعتماد كلي. لكن فكرة إنه التكلفة هي الفيصل، يعني النهاردة كل موازنة الدولة مخصصة للأغراض، فكون إن هو يبتدي ياخد جزء من الاعتماد بتاعه يخصصه لإنشاء محطة، ده مش يعني حاجة سهلة مع وجود الأولويات. لكن طبعا الدولة كفكر، لا الدولة بتسعى للطاقة الشمسية، ومتوقع إن احنا يعني نتخطى 20% من استهلاكنا يبقى من الطاقة الشمسية، وخلال سنوات معدودة يعني خلال 5 سنين اللي جايين هيبتدي يبان التأثير، وبدأ جهات كتيرة تلجأ للطاقة الجو الشمسية. الخاص بينا في مصر احنا بقينا صيف طول السنة، يعني مش ربيع طول السنة، لا احنا بقينا درجة الحرارة عالية جدا طول السنة. تفتكر حضرتك دي من المقومات او الاساسيات اللي تقدم بينا ان احنا بالفعل نستخدم الطاقة الشمسية في الوقت القادم؟ هو يعني هو بس احنا بنعتمد الجزء اللي خاص بالطاقة الشمسية، هو بنفرق ما بين حاجتين، طاقة حرارية والطاقة الضوئية. الطاقة الحرارية اللي هي بنستخدمها في سخانات المياه الشمسية اللي بتعتمد على درجة الحرارة وكده، بالنسبة للخلايا الفوتوفولتية العادية اللي هي بتعتمد على الأشعة دي بيبقى لها درجة الحرارة العالية، يعني لو درجة الحرارة تخطت 25 درجة أو مثلا 30 بتبتدي كفاءة المحطة تقل، السخونية ممكن ما تبقاش تفيد فعلا. طب كويس ان حضرتك قلت لي بقى ازاي، يعني انا النهارده امال شرم الشيخ بدرجة الحرارة غير عادية كل هي حتنجل. الاعمدة اللي في شوارع طاقة شمسية، هي هو بس الفرق نظام الاضاءة في بالاعمدة مختلف شوية عن نظام محطات الطاقة الشمسية. محطات الطاقة الشمسية عموما هي بنعتبرها نوعين من المحطات، محطات بنقول عليها انجريت على الشبكة، يعني المشترك أو المنفذ للمحطة بياخد من الشركة وبيستعين بالمحطة بتاعته، وفي اللي هو الاوف جريد دي اللي هو بيبقى عامل محطة طاقة شمسية بيشتغل عليها لوحده وهي ما بيلجأش للشركة. النظام الثاني ده هل اللي مش ده لازم يدخل في السيستم؟ ما هو حضرتك هو بيبقى زي قرية سياحية أو كده، هي مستقلة بعيد عن الشبكة بتاعت الشركات الكهرباء وهي عاملة ذاتي، وممكن الفترات الليلية ممكن يشغل جنريتور بتاعه بحيث يبقى بيوفر له هو مصدر كهرباء تاني. بالنسبة لفكرة بقى العمدان، هي بتعتمد على ان بيبقى فيها بطارية خاصة بكل عمود يبتدي الخلايا الشمسية تشتغل، تتشحن البطارية يبتدي يشتغل بالليل من وقع البطارية. حضرتك تتوقع ان اسكندرية ممكن يحصل فيها كده؟ ده بالفعل موجود، بس هو لا الاعمدة اللي الاعمدة في بعض المناطق في اسكندرية موجود فيها بنفس الطريقة، ولكن برضو هي التكلفة العالية، وإن كان المشكلة الأساسية في البطارية، يعني ثمن البطارية بيبقى مكلف، هي بتخزن الطاقة الشمسية، فدي تكلفتها عالية وفي نفس الوقت عمرها الافتراضي بيبقى قليل، فبتحتاج تغيير وبالتالي التكلفة بتاعتها بتزيد. أستاذ علاء أكيد أنتوا عندكم خطط استراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى، تمام. في تصور حضرتك لو اتكلمنا عن الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، نقدر نقول ان احنا في غضون قد ايه نستطيع ان احنا ما يكونش عندنا استهلاك للطاقة اللي موجودة؟ بالفعل حضرتك بتقول انه مش مسألة فاتورة بس، لا ده مسألة كمان للأجيال القادمة. والله حضرتك احنا بنقول يعني هو الامور مش بالسهولة ان احنا نقدر نقول مثلا على المدى القصير او حتى على المدى المتوسط او على المدى الطويل، يعني احنا متوقعين ان احنا 2030 ان شاء الله هنتخطى اكتر من 20% من حجم الانتاج يبقى انتاج عن طريق الطاقة الشمسية.
20% ان شاء الله، وده ده بخطط مدروسه اكيد. وال 20% لو احنا قلنا ان الطاقه الشمسيه هتغطي لنا اكتر من اللي السد العالي بيعمله، فدي برضو يعتبر طفره من طفرات، وان كان مع انخفاض تكلفه المحطات هيبقى في اتجاه اكبر لتنفيذ اكبر عدد ممكن من محطات الطاقه الشمسيه. طيب الاستاذه منى بتقول لحضرتك من 5 سنين كان في مجموعه من الشركات لاستبدال الكهرباء بالطاقه الشمسيه بالطاقه الشمسيه، ومجموعه من شركات الكهرباء وحددنا السخانات والمراوح والثلاجات والحجرات في لوحات بتبقى داخل كل حجره، ولكن لم نطبق بسبب حقيقي هتبقى موفرة جدا، لكن الأسعار زي ما حضرتك قلت إن البداية بتكون صعبة. تمام. يعني إنك أنت تقلب من طاقة من الطاقة العادية للطاقة الشمسية، تكلفة المحطة نفسها في حد ذاتها هي دي بتبقى المشكلة، يعني خصوصا اللي بيجي يعمل محطة هو بيشوف التكلفة البديلة إيه. هو لو خد الكهرباء من شركة الكهرباء هتكلفه قد إيه، ولو عمل المحطة هتكلفه ناس كتير بتقول إنها تنتشر طبعا لارتفاع اسعار الكهرباء بالفعل. يعني هو مع الثقافه ومع ثقافه المجتمع نفسه، يعني فكره ان النهارده بنلاقي مثلا بعض الافكار ان الناس بدات تزرع في بلكوناتها او على الاسطح وبتاع علشان تعمل اكتفاء ذاتي لنفسها. صح. الفكر دوت هو نفس الفكر اللي هيبتدي في اصحاب مصانع عنده، بيبقى السقف هو مش مستغل بالنسبه له، طب ايه اللي يمنع ان هو من ضمن استثماراته انه يعمل محطه؟ على الاقل هتغطي الاضاءه بتاعته، على الاقل هتاخد جزء حيز كبير من تكلفه الاستهلاك الكهرباء في بيوت. يعني لما نقول في المانيا مثلا بالرغم من سطوع الشمس عندهم مش طوال العام، ولكن ده بقى عامل اساسي عندهم في معظم مبانيهم ان لازم محطه طاقه شمسيه. يعني عشان كده بقول لك في اشتراطات البناء الجديده لازم يكون هذه المساله موجوده عشان يبقى من الاول، يعني في ديت. وحاجه تانية كمان المخلفات، احنا كان زمان في العمارات القديمه كان في زي تيوب كده، التيوب دي بتحط انت في من المطبخ طخ 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 الزباله بتنزل، وفي نهايه اليوم بيجي رجل القمامه او عامل النظافه بالظبط، هو ما بيلجاش غير للمكان ده بالظبط، بدل بقى ما يبقى على السلالم وتقول لك جمع منزلي، لا مش جمع منزلي، لا حطه، لا. وديت ناس كتير بتقول ان عن طريق القمامه نستطيع استخراج الطاقه. هي مشكله القمامه عندنا ان احنا دي اموال مهدره، يعني فكره حاجه صعبه بقت جدا في اسكندريه، يعني دي بقى دي قضيه يطول شرحها، لان لا نعول فقط على الشركه، كمان على سلوك المواطن، يعني النباشين والناس اللي بتسيب في الشارع وكل ديت سلوكيات، يعني واكيد انتوا في كل بيت يعني الكهرباء متواصله مع البيوت، وانا بعرف ناس محصلين ما بيقدروش او كشافين ما بيقدروش يوصلوا للعداد من كتر القمامه في المناور. هو طبعا يعني في النهايه دي ثقافه صعبة المجتمع قوي. صعب. وللاسف يعني انا هو هم اللي بيشكوا، المشكله ان المجتمع هو اللي بيشكو، هو مردود القمامه دي عليه هو شخصيا، هذه بضاعتكم ردت اليكم، يعني انتوا بترموا طول الوقت، والناس كمان الحقيقه مش بترمي وبتسكت، ده بترمي وبتشتكي. طب ما هو انت انا بشوف عربيات فارهه ماشيه على الكورنيش وعادي جدا. انا بقول لحضرتك هي دي ثقافه، يعني احنا يمكن خلال السنوات السابقه بدا يظهر افكار زي عمليه تجميع التخصيص القمامه، يبقى جزء بلاستيك جزء الازاز وبتاع، ومع ذلك يعني هو لو تم التزام ماديه وصفاره الساعه كذا عملوا كل حاجه الحقيقه، لكن بالظبط. خلينا نرجع لموضوعنا عن الكهرباء، وهكلم حضرتك عن الكارت سابق الدفع، والحقيقه عشان بس نبقى منصفين في هذه المساله، هم الكهرباء في مسألة الدفع الكارت المدفوع مسبقا الحقيقة عدوا بكتير المياه، اللي بتمنى من خلال موقعنا النهاردة أو منبرنا الناس اللي حولت كانت متوقعة أن نفس الخدمة، فبنرجوكم بنرجو القائمين على شركة المياه الإسكندرية مهندس أحمد جابر له كل الحب والتقدير أنه بالفعل وصلوا لمرحلة الكهرباء.
لان انتوا بتشجعوا اللي بيعمل الكارت المدفوع مسبقا ده في الكهرباء بيتشجع يعمله في الميه، لما يروح الميه بيلاقي ان الخدمه ما هياش كده، وان المساله بتبقى صعبه جدا جدا جدا، لان انت لازم تدفع في الشركه، لكن الكهرباء مش لازم تدفع، ومش ممكن يقطعوه عليك قبل الساعه 10 صباحا، يعني بدايه من 10 يبتدي، وايام العطل والاجازات على ما اعتقد. لا اذا كنت غير محقه فحضرتك صحح لي. هو طبعا بالنسبه لنظام الكارت احنا يمكن الكهرباء كانت صداقه فيه، جدا ويعني احنا بنعتبر نفسنا اخواتكم الشققاء بقى، يعني نتمنى لانهم كلهم حبايبنا. هو حاول لحظتك، يعني يمكن احنا الفكر اللي موجود عندنا دلوقتي الاهتمام بالمستهلك بتاعنا، واي مشاكل بتقابلنا لازم بنوجد لها الحلول. لما كان المشكله في تراكم قرايات او قراء ما بيروحوش يستعنا بشركه خارجيه، فكره التحصيل ومشاكل التحصيل والجاب اللي ما بين المستهلك وما بين المحصل، فلجأنا للعدادات مسبقه الدعم. حتى فكره العدادات مسبقه الدفع بالرغم ان عدد المراكز الشحن اللي موجوده وحسينا انها مش كافيه، بدأنا نلجأ لفوري ووسائل صح. سداد، صح. ويمكن اخر وسيله ان شاء الله ديت في طور الدراسه والتنفيذ في نفس الوقت، اللي هي الكروت اللي هيبقى عن طريق ابلكيشن موجود على الموبايل، بيبتدي بيتحدد بالابلكيشن دوت سداد للفاتوره بدون اللجوء لا لفوري او لاي جهه، ممكن المشترك من خلال الموبايل والبرنامج اللي معاه بيسدد قيمه فاتورته ويعرف كل التفاصيل اللي خاصه بالفاتوره. نتمنى بالفعل انه المياه تبقى كده. وعلى فكره ناس كتير جدا بتقعد تقول لي لا ما تحولوش. انا يا جماعه عن تجربه شخصيه شديده، انا حولت العداد بتاعي لكارت وما عنديش مشكله خالص، ما عنديش مشكله. على الاقل انا عارفه انا بدفع كام وليه، لا بشكك في حد محصل ولا اي حاجه. المساله كمان ما بيتقطعش مره واحده، لو انت ما عندكش فلوس في البيت بتحطه تاني بيديك تقريبا. هو الفكره حسب طبيعه الاستهلاك بتاع المشترك هو العداد بيتعامل معاه. احنا بيبقى العداد مبرمج بحيث ان هو ايام الاجازات ايام الفترات الليليه ما يفصلش فيها، وبيبتدي هو بيسحب زي ما يعني ايه بالسالب، يعني هو يبتدي يسحب من الرصيد اللي هو وقت ما هيجي يشحن هيبتدي يحاسبه على الاستهلاك دوت. بس المهم في الفترات ديت ما يحصلش فصل للتيار عن المشترك. يعني مش هو لما بيتقطع بيحطه بيرجع له تاني لمدة مثلا يوم ولا ساعات؟ لا هو الاصل فيها هو فكرة ان الكارت دلوقتي زي كارت المحمول بياخد بيستلف لك. هو العداد مصمم على انه يعمل كده، يعني هو في الايام الاجازات وكده ان هو ما ينفعش لانه مش هيعرف يشحن لاي سبب من الاسباب، فهو بياخد الفترة دي يحسب له استهلاك بحيث ان هو لما بيجي يشحن بيبتدي يحاسبه على الاستهلاك ده. ودي يمكن من المشاكل اللي الناس ما تبقاش شايفه البعد دوت. يجي يقول ده انا اول ما حطيت الكارت سحب مني لا دي على فكره هو بيديك زي ضوء احمر كده، اول ما تبص عليه بتعرف انت فين ورايح فين. يعني هو يعني احنا بنقول ان العداد هو وسيله اتصال مباشر ما بين المشترك وما بين العداد بدون اللجوء للشركه، يعني هو ممكن من خلال العداد يعرف استهلاكاته ويعرف باقي الرصيد قد ايه بتاع كلام من ده، وهو يتحكم في طبيعه استهلاكه، مش محتاج ان حد يقول له، مش محتاج ان حد يجي له في وقت غير مناسب عشان ياخد منه فلوس، هو بينظم عمليه السداد والاستهلاك ما بينه وما بين المعلومات اللي موجوده في العداد. طيب في تصور حضرتك اهم الصعوبات اللي قابلتكم في العداد؟ يعني احنا الحقيقه مش ما اعرفش، يعني الناس ما فيش حد بيشتكي من العداد، هو بس طبعا لانه ايه انت كان ممكن تطنش فاتوره وتدفع فاتوره وحاجات كده، بس بتتراكم عليك على فكره، يعني بتتراكم عليك وبتبقى مشكله وبتبقى حاجه مزعجه وحاجه تؤرقك. انما اول ما العداد بيديك انذار انت بتراجع نفسك في انك تطفي الكهرباء، تشوف الدنيا ماشيه ازاي، غير لما تكون الدنيا ماشيه كده
والله هو يعني احنا لو ما بنقول عدادات مسبقة الدفع دي درجة من درجات تحضر الحقيقة. التحضر، ويمكن احنا كمان كوزارة ما اكتفتش بكده لا، انتوا تفوقتوا في هذه المسألة. ده في تفوق اضافي في ان احنا في عدادات ذكية كمان. ازاي بقى؟ العداد لنا الذكي عليها دي بقى. العداد الذكي ده اللي هو مجرد عداد هو متواصل، البيانات متداولة ما بينه طبيعة استهلاك المشترك وما بين كافة بياناته يعني والشركة، مش محتاجين ان المشترك بيدخل الكارت يجيب البيانات وينقلها لنا على وحدة الشحن، لا احنا تلقائي بنتعامل معاه. كل دي بيبقى ضوابط ممكن مستقبلا نستخدم الجزء اللي خاص بالعدادات الذكية في ان انا على سبيل المثال لاي سبب من اسباب في عجز في مثلا في كميه الكهرباء لاي سبب، محطات خرجت بتاع اي مشكله، ان احنا كان الطبيعي في النظام القديم ان احنا بنفصل على المنطقه، لا احنا ممكن نعمل من خلال البيانات اللي موجوده عندنا نسمح ب 80% او مثلا 70% من الاستهلاكات المشتركين، يبقى هو هيسمح للمشترك ب 70%، لو هو تعدى 70% هيلاقي العداد فصل عنه، وبالتالي هو ذاتيا بدل ما كان بيتقطع عنه كهرباء يبتدي يفصل. هو طبعا العداد عداد غالي، ويمكن احنا في مرحله تجارب دلوقتي والشركه بتتحمل اجمالي العداد، ومحدش من اللي تركب لهم العدادات دول تحمل اي مبالغ. زي ما قلت لحضرتك احنا الوزاره والشركه القابضه كل هدفها انها ازاي تقدم خدمه متميزه وما بنسكتش، يعني احنا دايما بنقول احنا. بس هي الفاتوره بتزعجنا شويه يعني. بص يعني احنا ما نقدرش نقول ان في يعني طفره، ودي برضو من انجازات هذه الفتره لسياده الرئيس بشكل كبير قطاع الكهرباء، لكن الفاتوره بتزعجنا. مش يعني اكيد بتزعج حضرتك في البيت، لانه ما فيش اللي بيشتغلوا في الكهرباء مش بيخفضوا لهم، لا يعني يعني فاتورتهم عاديه زيهم زي اي حد. ف اكيد بتزعجك، لان عندنا تحديات كتيره مع اولادنا، اللابتوب اللي مش عارف ايه اللي طول النهار فاتحين ده وفاتحين ده، فما فيش شك ان الفاتوره بتزعج. والله هو هقول لحضرتك حاجه، يعني هو طبعا فكره ان الفاتوره وازعاجها دي تكلفه ما نقدرش نهرب منها يعني. لكن احنا مثلا لما بنقول بالتوازي فكره ان نور يتقطع البديل ايه؟ انقطاع التيار. لا احنا كل واحد فينا بيسعى ان هو لما بيروح يجيب بيجيب احسن منتج حتى لو ثمنه غالي في سبيل انه يضمن الخدمه بتاعته. حد دلوقتي بيقول لحضرتك هل ما زالت هناك بعض المناطق في الاسكندريه في تحديدا في الظهير الريفي محرومه من الكهرباء؟ على مستوى الجمهوريه اي منطقه، المناطق العشوائيه اللي هي مش مبنيه ملهاش اي تنظيم ولا لها اي بتاع، هي دي اللي مش يعني ايه مش مدركة من خلال الشركات. لكن الشركات احنا بنغطي جمهورية مصر العربية كاملة، كل ما هو مناطق مشروعة ولها داخلة ضمن نظام الدولة هي بتتغطى بالكهرباء ومفيش اي مشاكل. احنا عندنا الوفرات الحمد لله، عندنا وفر كهرباء، وبنلجأ ان احنا دلوقتي ان شاء الله هنصدر لقبرص علشان يبقى تصدير لاوروبا، في تبادل طاقة مع ليبيا، ويعني المشاريع اللي موجودة احنا دلوقتي بقينا دولة مصدرة للطاقة، في خطوط لأفريقيا، في خطوط لشمال أفريقيا، لآسيا من خلال السعودية والأردن، لأوروبا من خلال قبرص ان شاء الله. ايه موضوع كهرباء الريف في الظهير الريفي وشركة الكهرباء في الاسكندرية؟ ايه يعني انتوا شركتين في الاسكندرية؟ لا 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 لا، امال ايه كهرباء الريف؟ لا هو كهرباء الريف دي كانت في فترة من الفترات في بداية الثورة وما كانش لسه التيار الكهربائي منتشر، فكان المشاريع اللي هو مد الشبكات الكهرباء في الريف المصري كان في شركة متخصصة اسمها كهرباء، هيئة متخصصة اسمها هيئة كهرباء الريف. طب انتم ولا هم بقى؟ لا هو الهيئة ديت أدت الغرض منها وانتهت، وبدأنا من سنة 2008 تقريبا ينتهي دورها، وتم ضم العاملين فيها لشركات التوزيع على أساس على مصر. مستوى الجمهورية ولا الاسكندرية بس؟ على مستوى الجمهورية يعني، هو دلوقتي قطاع واحد بس الكهرباء، هي شركات التوزيع، التوزيع هي غير الانتاج. يعني هو منظومة قطاع الكهرباء احنا بنقول ان هم ثلاث أجزاء مهمين، جزء خاص بالإنتاج الكهرباء، وجزء خاص بنقل الانتاج ده على مستوى الجمهورية في شبكة موحدة،
وفي الجزء اللي خاص بتقديم الخدمة للمشتركين من خلال شركات التوزيع. العداد بيبقى مكتوب عليه الرصيد؟ العداد في مجموعة من البيانات اللي موجودة من خلال الزرار اللي موجود بيبتدي يتحرك ما بين البيانات، بتبين له الجهد بتاع العداد، الجهد الخط اللي موجود ايه، التغذية اللي موجودة في العداد، بيبين له الرصيد اللي موجود في العداد وبعض البيانات الأخرى. طيب عايزين نتكلم بقى عن العاملين بقطاع الكهرباء وامتيازاتهم وحقوقهم. وحضرتك ماسك التنمية البشرية أو الموارد البشرية، حد بعت منهم والتأمين الصحي والنقابات والعمل داخلها ويعني حاجات كتيرة. والله هو طبعا كنظام قانون العمل ان كل اماكن تجمعات فيها تجمعات عماليه ان يبقى في نقابه بتمثل العاملين اللي واحده، نقابه المفروض في المكان نقابه واحده، وبيتم تحديد اعداد اعضاء النقابه وفقا لعدد العاملين. احنا هنا في كل الشركات على مستوى الجمهوريه، شركات الكهرباء فيها نقابات، النقابات دي في نقابة عامة الخاصة بالمرافق للعاملين بالكهرباء والإسكان وشركات المياه، النقابة العامة ديت هي بتدير اللجان الفرعية اللي موجودة في الشركات. عندنا في شركة اسكندرية في لجنة. عندكم امتيازات ولا الناس بتشتكي من قلة الامتيازات اللي كانوا بيجدوها في فترة من الفترات والآن لم تعد متوفرة؟ والله يعني رحلات، الله يا جماعه، اصل الرحلات على مستوى بعد الكورونا الرحلات كلها متوقفه، البصمه بقت بصمه عين على ما اعتقد، مش كده استاذ علاء؟ وبعدين ليه ما يبقاش عندنا جديه في الاداء؟ يعني انت بتطالب بحوافزك وبتطالب بحاجات كتير، ايه القضيه في انك تدي؟ يعني ده حاجه بيننا وبين ربنا ان احنا نراعي ربنا في ادائنا ونطالب بحقوقنا، ده تال عدل يعني. والله هو طبعا فكرة انه المزايا، مفيش ميزة اتسحبت من اي عامل من عاملين في الشركة، كل لا بعد الكورونا ولا قبل، لا قبل الكورونا ولا بعد الكورونا. ويمكن احنا الاجازات الاستثنائية اللي كانت موجودة والناس اللي كانوا واخدين اجازات استثنائية دخولهم ما تأثرتش، يعني بمعنى دخولهم يعني خدوا مرتباتهم بما فيها الحوافز الشهرية اللي كان بيتم صرفها، كل بما فيهم حتى اي بدلات كانوا بياخدوها اخدوها وهم موجودين في الاجازه الاستثنائيه ومتواجدين في بيوتهم دون اي مساس بمستحقاتهم. يعني الحاجه الوحيده يمكن اللي تم تجنبها اللي هي الحوافز المباشره، يعني واحد انا بدي له حافز نتيجه عمل بيعمله فهو ما عملوش، فهو ده بس الوحيد اللي ما خدش الحافز، لكن الحوافز العامه والحوافز الشهريه والدخل اللي هو بيسري على كل العاملين ما تمش حاجبه عن اي حد من العاملين، كل المزايا بما فيهم الاجازات الاستثنائيه اللي موجوده في الوقت الحالي يعني. طيب يعني ما عندهمش اي حاجه يقدروا مساله البصمه؟ والله العظيم والله العظيم دي حاجه يعني، هو واحد يجي واحد ما يجيش وبعدين يتحاسبوا الاثنين زي، هل ترضى ذلك يعني اللي بعد ده؟ هل ترضى انه اللي بيجي ياخد زيك او اللي ما بيجيش؟ يعني ده يعني انا شايفه ان دي حاجه قانونيه وما فيهاش حاجه، ايه البصمه يعني؟ ما انت كده كده بتروح. حد بعد بيقول احنا ما عندناش بدل مخاطر واحنا طول النهار بنلف في الشوارع. والله والكورونا ممكن تاكلنا. هو طبعا يعني مع احترامي للاخ اللي سائل، لكن هو جنوب الصواب في سؤاله، لان طبعا احنا اولا مع بدايه ظهور وباء او فيروس الكورونا كنا سباقين، من قبل ما يمكن يجي اي تعليمات احنا خدنا اجراءات وقائيه لكافه العاملين، كل العاملين اللي بيتعاملوا مع جمهور وبينزلوا شارع سواء من محصلين سواء من فنيين سواء
كل الناس اللي بينزلوا الشارع وبيتعاملوا مع جمهور بدأنا معهم بالكمامات العادية، ولما جه بتدوها يعني بنوزعهم كنا بنوزع لهم بواقع كمامة يومية لكل واحد من العاملين المتواجدين اللي بيتعاملوا مع الجمهور في الشارع، اللي هم الكشافين والمحصلين بالضبط. يعني احنا بياخدوا نسبة أستاذ علاء فعلا المحصل طبعا يعني هو حافز، في حافز تحصيل لكافة المحصلين اللي موجودين بالنسبة للعاملين الفنيين اللي بيشتغلهم، فلهم نظام الورادي ولهم عائد من النظام الورادي، نسبة زيادة في مرتباتهم مقابل طبيعة عملهم. فكرة انه المخاطر، خلينا نقول ان المخاطر الكهربية لو التزم العامل بالإجراءات السلامة والصحة المهنية اللي بتوفرها له الشركة ان شاء الله مش هيصاب. حد بيقول لحضرتك هل يتم الاستغناء عن هذه العمالة بمجرد وجود شركة للتحصيل؟ والله هو احنا ما هو اكيد هيضموهم جواها، يعني هم هيجيبوا بني ادمين منين تاني يعني، يعني اكيد يعني هيتم. هو يعني احنا هقول لحضرتك حاجه، يمكن احنا التعيينات متوقفه من عام 2013. خلال الفتره اللي فاتت بدانا نستعين ببعض المهندسين وبعض الفنيين اللي هم فيهم عجز. بالنسبه للمحصلين مع انخفاض عدد العماله نتيجه خروج المعاش والوفيات وكده، بدانا من الصعيد، صعدنا بشركه القراءه اللي بتقوم باعمال الكشف. بالنسبه للتحصيل احنا بندخل اعدادات مسبق الدفع، بعد كده مع انتشار الاعدادات ديت مش هيبقى في جانب التحصيل، وبالتالي العماله اللي هتبقى متبقيه موجوده في الشركه هيبتدي نستفيد بيهم في اعمال المرور والتفتيش على الاعدادات وكده. لكن يعني البعد الاجتماعي ده اساس عندنا في تعاملنا، مفيش عامل هيتم الاستغناء عنه، اللي موجود موجود في الشركه وبصفه دائمه، هو مستمر مع الشركه حتى الى ما شاء الله. هم مصرين يقولوا لك الخدمات الطبيه، انتوا عاملين ايه في الخدمات الطبيه يا استاذ علاء؟ يا استاذ حضرتك المسؤول، ف يعني معلش تحملنا. هو يعني هي المشكله في الخدمات الطبيه انه للاسف ان البعض عاده بيبقى منظورهم بعيد عن الواقع وبعيد عن الحقيقه. الرغبة من الفكر العام دلوقتي ان كل الشركات بيبقى فيه شركات متخصصة، يعني بنلاقي ان بعض الشركات ما عادتش تلجأ ان يبقى فيها وسائل لنقل العاملين بتوعها، يبقى الهدف ان هم بيأجروا اتوبيسات او يبقى شركة. بس دي الاصول بتبقى موجودة، فهي الفكرة حضرتك في ايه؟ في انه احنا بالنسبة لنا الشركة القابضة ارتقت ان لو في شركة متخصصة لتقديم الخدمات الطبية للعاملين بالكهرباء هتبقى انسب من ان هو كل شركة بتتعامل مجموعة المستشفيات الخاصة او العيادات الخاصة، لا يبقى في شركة مسؤولة عن الخدمات الطبية اللي خاصة بالعامل في الكهرباء. أيوة. وبناء عليه تم زي مثلا مستشفى البترول بالضبط كده. ولكن احنا بالنسبة لنا الوضع مختلف، لان يعني احنا 160 الف تقريبا عامل شغالين في قطاع الكهرباء، فالعدد دوت بيحتاج رعاية، وبعدين ده على نطاق جغرافي على مستوى الجمهورية كلها. حد بيشتكي بيقول انتوا بتشيلوا الحوافز وبأثر رجعي، ما اعتقدش يعني مفيش حاجة اسمها من الموظف تتاخد، من الجديد هيتاخد، لكن بأثر رجعي ده صعب. ما انا بقول لحضرتك هو يمكن للأسف انه هو احنا في النهاية بنقول ده حافز. أيوة. والحافز ده مقابل عمل. طب أيوة. لو العمل ده ما تمش تأديده هل يستحق حافز؟ لا. وهو بالتالي هو ده اللي حصل مع البعض اللي كانوا بيشتغلوا في بعض الجهات، اللي بينزل بيحصل بيعمل اجراءات تحصيل لمستحقات للشركه بيحصل على نسبه منها كحافز، فهو في الاجازه الاستثنائيه ما نزلش، فهو تواجد في البيت ومع ذلك خد مرتبه وخد الحوافز العاديه اللي بيتنسب كل العاملين، لكن الحافز ده احنا خصصنا بيه اللي قام بالتحصيل. رفقا بيهم شويه استاذ علي. والله ما انا بقول لحضرتك يعني هو يعني من على فكره انا يعني انا ضد ان الناس كلها تبقى سواسيه، يعني اللي بيشتغل يثاب واللي ما بيشتغلش يعاقب، يعني ده العدل في العمل. لكن حضرتك عارف ان الظروف الاقتصاديه بتاعتنا كلنا بعد الكورونا شويه بعافيتين ثلاثه. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، يعني الاجازات الاستثنائيه تم منحها لبعض العاملين كان الهدف منه الحد من الزحام
منع الانتشار والعدوى. طبعا حضرتك لما يبقى في بعض الاجازات الاستثنائيه اللي موجودين مفروض ان هم يعني متواجدين في منازلهم، في خطوره على صحتهم من التعامل مع الجمهور، وبالتالي احنا ما بنجيبهمش العمل، ونفاجئ انهم اصيبوا بالكورونا. حضرتك لو نشوف طب ايام يمكن من المواصلات، ما هو حضرتك للاسف يمكن في اسكندريه كلنا عانينا منها، لما كنا بنلاقي وقت الحظر ووقت بنقول للناس اقعدوا في بيوتكم، كانوا الناس بيبقوا على الكورنيش والناس بيتحركوا في الاسواق وبتاع كلام من ده، بالرغم ان هم حاصلين على اجازه استثنائيه، بس هم فقدوا المعنى في الاجازه الاستثنائيه وبداوا يتمتعوا بحياتهم. لا طبعا، فهي طبعا الفكره طبعا. انت طبعا ما فيهاش متعه، ده فيها اذيه. ما هو للاسف المسؤوليه يعني اذيه للناس وله هو شخصيا. يعني نتمنى انه يبقى في تعاون من الطرفين، لكن في النهايه بنقدم لكم كل الشكر والتقدير. وكمان في خدمه رائعه، خدمه لوزاره الكهرباء 121 بيتابعك. يعني انا ما بتكلمش كلام كده، انا دي جربتها بشكل منتظم جدا، ومن غير ما تكون بتعرف مسؤول في الشركه، هو بيرجع وزاره الكهرباء بترجع بياخد منك الرقم وبتقول له هراجعك بعد ايه قد ايه، بيقول لك بعد قد كده، بيراجعك مره واثنين وثلاثه. والحقيقه خدمه متميزه جدا. ده كله برضو على حسابنا، اوعوا تفتكروا ان الكهرباء بتعمل ده كله لوحدها، لكنها اجر مقابل عمل، في حاجات كتير جدا بندفعها وما بناخدش خدمه متميزه. انا بشكرك جدا استاذ علاء نصير، كل مره بتكون معانا بنستفيد، واعتقد انك لا تغضب من اي تساؤل، وتعلم ان احنا كلنا هدفنا هي ان يكون هناك مواطن بيتمتع بخدمه جيده وكمان يدفع اللي عليه بشكل جيد. بس يعني انا هستاذن حضرتك حاجه، يعني انه زي ما المواطن كان حريص على انه هو ياخد الخدمات بتاعته، لازم يبقى عارف ان هو اللي قوه الدفع الحقيقيه للحصول على الخدمات. طبعا ما ينساش دوره في ان هو الانتخابات اللي جايه، ولازم يبقى له دور فيها، ولازم يحسن الاختيار. يا ريت. ويعني اتمنى ان احنا نعالج مشاكل الماضي كلها يروح. في خلال انه اثبت رايك وحافظ، واللي هيجي انت اللي هتختاره، لا واللي هيدفع لك مش هتشوفه تاني لان خد ثمنه. خلاص بالظبط كده. يعني احنا اللي هيديك البون ما تنتظرش منه يودي ولادك مستشفى جيده، او يطالب لك بمستشفى جيده، او بتامين صحي كويس، او حتى برصف طرق. اللي يدفع لك خدت ثمنك في الاول، ما تطلبش منه اكتر من ذلك. أنا بشكرك جدا على هذه الـ يعني النصيحة اللي احنا طول الوقت بنقول للناس، انزلوا ما تيأسوش، انزلوا احشدوا، انزلوا يا جماعة، والله العظيم صوتكم هيفرق، وهيفرق بشكل كبير جدا. ما تقعدش تقول ده خد كوبون أصلهم جابوا النهاردة. حد أنا والأستاذ علاء وإحنا داخلين بيقولوا ده دفعوا من النهاردة، فاستغربنا جدا، قلنا لهم دفعوا إيه؟ طب هو في انتخابات النهاردة؟ يعني ما تسمعش الكلام. اذا كان في ناس عماله تحشد وعماله تجيب بنات، في ناس تانية صوتها بيمثل قيمه شخصيه لها، ومش ممكن ابدا هيروحوا يبيعوا اصواتهم. خلي بالكم احنا هنقول لكم الدوائر فيها كام مقعد، الجمرك فيه واحد، الرمل فيها ثلاثه، سيدي جابر وباب شرقي اثنين. بكره اتاكد لكم من كرموز ومحرم بيه ومن البصل. غرب محتاجين ثلاثه. يعني مهم جدا ان انتوا تبقوا عارفين هتدوا كام صوت، علشان لا تبطل الاصوات، لان الرمل مثلا كانت اربعه، المره دي بقت ثلاثه، وده طبقا للكثافه العدديه واجراءات كثيره جدا. الجمرك كانت اكتر من كده، بقت واحد. فبرجوكم، سيدي جابر كانت ثلاثه، سيدي جابر كانت باب شرقي وسيدي جابر كانت ثلاثة بقوا اثنين. حاول عزيزي المشاهد انك لو ما بتعرفش حتى تقرا وتكتب، ما فيش مشكلة، اسأل اللي جنبك الدايرة دي فيها كام صوت. وخلي بالك انت عندك ورقتين، ورقة الأولى بتاعة القايمة، والورقة الثانية الفردي. محتاج ان انت تعرف الدايرة اللي انت فيها كام صوت، حتى لا تبطل الأصوات. أرجوكم ركزوا
واحشدوا حبايبكم واصحابكم، وكانكم نازلين لاستحقاق جديد. ديمقراطيه مش ان انا اعترض، ديمقراطيه ان انا اشارك في التغيير. تحياتي، نورتيني وشرفتني، ودائما بستنير بكل ارائك. وعلى فكره هذا الرجل وكلمه حق على الهواء بابه مفتوح للقاسي والداني، هو بس لان هو وان واي، فناس كتير هتبقى مش حابه الوان واي. تحياتي وبشكرك الاستاذ علاء نصير، كان معنا على الهواء، واستفاده كثيره وكبيره جدا في قطاع الطاقه.